مساء الخير عليكم، وحشتوني من الحلقة اللي فاتت. يا رب نكون خفاف عليكم. هنكون معاكم بكل جديد مع دكتور نيفين أبو شالة. مستني اتصالاتكم على الأرقام الموجودة على الشاشة وكمان على لايف الفيسبوك وعلى صفحة قناة هي وصفحة عالم الأبراج نيفين أبو شالة. النهاردة هنتكلم عن الخريطة الفلكية لشهر سبتمبر مع دكتور نيفين. وما تزعلوش مننا لو مش بنرد على الكومنتات كلها، بس بيبقى في ضغط جامد على التليفونات وعلى الكومنتات، فهنرد معاكم في اي يعني الحلقه اللي من وراها هنرد على اللي مش ما ردناش عليه. نرحب بالدكتور نيفين. اهلا وسهلا اموره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا. بصي، اول شيء بدنا نحكي على الخريطه الفلكيه يا مدام هند. هو في اكتمال اسمه القمر الازرق. القمر الازرق كان في شهر 8، عمل شوي ضغوطات، عمل شويه مشاكل، لكن هناك القمر الازرق في معه 6 كواكب حيتراجعوا. كوكب بلوتو وكوكب الزحال وفينوس وكوكب عطارد ونبتون. بتصير الفترة دي الناس مش هتتفاهم مع بعضها، هيحصل معهم ضغوط ومشاكل. ضغوط ومشاكل من أي حاجة، من أي سبب، من أقل سبب. وفي أحداث عالمية هتحصل، ورحني كلياتنا في هذه الأحداث هنتأثر بشكل شيء بسيط، وربما يزيد العنف. إيه الأحداث العالمية بقى دي دكتور؟ يعني أحداث العالمية احتمال هلأ حاليا فلسطين في مشاكل فلسطين. لبنان إيران، يعني في مشاكل أحداث عالمية ببعض الدول هتحصل عالمية، لكن بعض الدول اللي بدها تحصل عالمية في مفاجآت، هنتفاجأ مفاجآت، وبزيد العنف وبزيد الاستغلال. ويمكن يمكن انا حسبت بشهر 8 قلت حينقطع النت. ايوه، وانا برجع بقول ان الانترنت حينقطع، ولازم الناس ما بقى تسامح بعضها. صاروا يشعروا بالانانيه. صح. هو السبب الكواكب. الكوكب المهم اللي عم بيلعب دوره كتير هو كوكب المريخ ومع الشمس. ايوه، تحسي الناس اتغيرت عن زمان يا دكتور. يعني زمان كان الناس في حب، في بيقربوا لبعض، دلوقتي مفيش. يعني لا لا لا، دلوقتي بس كلامه. أيوة. مش مصلحته، الظروف اتغيرت، الحياه اتغيرت. بس نحن في بعض الاحيان في ناس كتير بتاثروا بالكواكب. يعني عندك كوكب الزحال قاعد ببيت الحوت، عامل له مشاكل في بيته، في اولاده. يعني يا دكتور سبب الناس انها اتغيرت كده الكواكب اللي بتتغير احيانا الكواكب اللي بتاثر. وكمان لا تنسي الاقتصاد البلد في كل انحاء العالم، اللي على الناس الاقتصاد البلد هو كمان بيلعب دوره، فالطبع بتاع البني ادمين بتغير من كتر ضغوط. هنشوف فتره العالم. هنشوف فتره في فقر، يعني فتره في تشوفي في 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 فقر. ونشوف في خسارات عالميه ماديه، عالميات ماديه. ايه الشركات الكبار حول العالم؟ الشركات مثلا في لندن، في امريكا، في في خسارات بنوك في الفتره دي. هيصير حاجات كتير. قصدك يعني في شركات كبيره هتقفل؟ يعني في مشاكل. يمكن تقفل يمكن ما تقفل. ومن يومين ثلاثه كان في شخص مهم بالبنك مسكوه، عم هو هلا تحت التحقيق. وربما في عمولات تتغير، وربما في عمولات تتراجع. يعني في عمولات تتقدم وفي عمولات تتغير. وبيبدأ السلام من هنا، بيبدأ السلام الاستقرار. لكن السلام الاستقرار مش هيخلص من 15/9 وبنرجع زي ما نحن. معنا مكالمة نرد عليها دكتور. تفضلي. أهلا وسهلا. ألو ألو. أيوة إرهامي تفضلي. أنا كنت بس عايزة أسأل الدكتور على حاجة. الدكتور معاك، يقولي السؤال والتاريخ. هو أنا كنت عايزة أعرف بس برجي. أنا ماشي، هو انا 6/8/97. انت 6/8/97 برج الاسد. فانا كنت مخطوبه. طب استني تكتب. استني يا ريهام، قولي لي اسمها ايه. اسمها ريهام، 6/8 برج الاسد. وجوزك قولي التاريخ بتاع جوزك. لا، هو انا انسه. انا كنت انت انسه. طب بصي يا ريهام، ممكن توطي التلفزيون عشان اسمعك. وطي التلفزيون شويه عشان اسمعك. تمام كده. تمام. قولي بقى، هي في مخطوبه وسبتي خطيبك. عندها مشكله مع خطيبي ريهام. ما حصلش نصيب من 4 شهور، وكان الجواز كان فتره قليله، كنا هنتجوز.
طيب عايزه تشوفي فيه خط رجعه؟ يعني كنت حابه اعرف. طيب انا اولا بدي اقول لك شغله، اني كان عندك اخطاء والاخطاء دي تعلمتيها، ولا تفكري في الماضي. انا شايفه ان شاء الله باذن الله في عندكم خط رجعه، بس مش دلوقتي، يمكن لاخر الشهر. وحاولي تتغيري يا ريهام. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي على اتصالك يا ريهام. الو الو الو. ايوه وفاء اتفضلي. يا وفاء زعلانه ليه؟ مساء الخير. الدكتوره معاكي، قولي البرج. مساء النور. صوتك زعلان ليه؟ والله تعبانه يا دكتور. والله زعلانه. اوصل لك 4 أشهر 5 أشهر. اتفضلي. لا ده انا بقالي 20 سنه. بقى لها 20 سنه. لا بس هل قد الضغط الزياده صار في 4 أشهر 5 أشهر؟ اتفضلي. من زمان والله يا دكتور تعبان. اتفضلي يا وفاء. عندي مشاكل ياما قوي. اتفضلي، مع انه انت طيبه وحساسه. اتفضلي. الله يخليك يا دكتور. انا برج 28/11 وامي اسمها صباح. 28/11 ومامتها اسمها صباح. وعندي 26 سنة. كنت عايزة الكوز. أسأل على الارتباط والصحة والرزق. هي برج ناري الكوز. طيب دقيقة بس، 29 كام؟ 28/11 برج الكوز. يعني ايه دول؟ 2 قوس. كنت عايزة أسأل على الصحة والارتباط. انتي مرتبطة ولا غير مرتبطة؟ لا هي كانت مخطوبة وسابت خطيبها، صح؟ لا انا مش مخطوبه خالص. مش مخطوبه اصلا. ايوه. عايزه اسال عن الارتباط والصحه. عايزه تسال عن الارتباط والصحه. اولا انت بصي، انت صار لك فتره تعبانه جدا، فتره يعني زمان يا دكتور. يعني أنا وعندي عندك ايه؟ فماني عليك يا حبيبتي. عندها مشكله في رجليها. عندك مشكله صحيه؟ ايه هي؟ في رجليها. في رجليك. في رجلي. رجلي بقالها. طيب انا امبارح قلت في البرنامج، قلت يجيبوا طبق بلاستيك وميه وحبه خل. ميه وحبه خل حطيهم 10 دقايق يوميا، هتشوفي رياحه نفسيه. حاجه تانية، مامتك عندها مشاكل ايه صحيه كمان؟ امي عندها الضغط والكوليسترول عندها عالي وخشونه في رجليها. هي امي برجها شهر 15/5. ايه برجها 10/5 مامتها. عندكم كمان ظروف ماديه صعبه، بس كل هالامور تتحسن ان شاء الله. الحمد لله يا دكتور. والله الحمد لله. لا 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 ده يعني تتحسن. عندنا مشاكل مكفيانه. ده تتحسن يا حبيبه قلبي ان شاء الله باذن الله. وانت عندك دكتور. عندك حاجه هتفرحك قريب. عندك حاجه هتفرحك. اهلا وسهلا يا وفاء. وما تكتبي يا وفاء، اقري سوره الضحى يا وفاء. الو الو. ايوه يا دعاء اتفضلي. قولي السؤال. حضرتك كنت عايزه اكلم الدكتوره. الدكتوره معاكي، قولي السؤال والبرج. حضرتك عايزه اسال عن الصحيه والمال. جوزي 9/11. 9/11؟ وانا 16/2. وهي 16/2. برج العقرب وبرج الحوت. يا دعاء ايش عندك؟ خربطه. مخربطه ايه؟ انا متلخبطه ليه؟ لا ايه اللي عندك؟ يعني في ايه عندك؟ في يعني متضايقه من ايه؟ والله يعني مشاكل اهلي وبابايا وكده. عندها مشاكل مع اهل بابايا. لا لازم تصالحي باباك، ما تغلطيش بباباكي، خدي رضاه. لو هو عصب عليكي او ضايقك بحاجه، شيء لمصلحتك، فحاولي تصالحيه اذا سمحتي. ايوه. لانه اذا ما صالحتي الدنيا مش هتظبط معاكي. مين انت مرتبطه؟ ايه؟ لا هي مش انت مش مرتبطه صح؟ انا متجوزه. ما انا عايزه اسال على برجك. وزي متجوزه. متجوزه. طيب انت العافيه والمال. 9/11. 9/11 الصحه والمال؟ هو عنده مشاكل ايه بظروفه في العمل؟ هو والله تعبان جامد وكده تعبان ومعصب وبيعصب عليكي وانت زعلانه. طيب بصي الامور هتنحل. برج العقرب كان عنده 2 شهر ضغط، يعني مضغوط هو صار له 2 شهر. قدامه خير الشهر ده، 9 هيبقى عليه خير. وانتي اذا سمحتي تاني مره عايزه تكلميني تبلغيني اني صالحتي ابوكي، وغدا نلتقي. ميرسي على اتصالك. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور يا امان. اتفضلي. ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير والله. ازيك يا دكتوره نيفين؟ اهلا اهلا بيكي.
اهلا وسهلا بحضرتك. معلش بس كنت حابه اعرف التوافق بيني. ممكن تعليني صوتك؟ توافق، عايزه اعرف التوافق بيني وبين جوزي في مشاكل، حابه اعرف تبقى في انفصال يا فندم ولا في قواضي او حاجه. ايه يعني في قواضي بينك وبين جوزك؟ لسه يعني هيبقى فيه، بس انا حابه اعرف بس هيبقى فيه مثلا انفصال من غير قواضي ولا لازم بقضيه؟ يعني في انفصال بالقواضي ولا من غير القضيه؟ طب قولي التاريخ. انا سؤال، انا اولا مساء الخير، بسالك سؤال، انت حابه تنفصلي ولا لا؟ لا. ليه بقى؟ يعني في طرف ثالث ومش مرتاحه في العلاقه ومشاكل على طول. عمرك كام؟ 46. عندك عيال؟ 3 يا فندم. وهتسيبيهم تمشي؟ لا يا فندم، هم كبار. هم اكيد معاها يعني يا دكتور. في لا 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 لا، هم معايا وكبار يا فندم. ايوه لا 8/4 78 و 8/4 78 وهو 24/12 68. طيب هي القضيه هتصير زي ما انت عايزه، بس ده تاخد وقت كتير، يعني مش يوم ويومين او شهر وشهرين. يعني هي بقى بقضيه بس هياخد وقت يعني. لا بقضيه يعني، مش هيبقى كده، ما فيش انفصال كده. لا انا شايفه حتى لو رفعوا قضيه انا شايفه ما فيش، مش عايزه تطلق. عندها رقم 4 في علم الارقام. انا شايفه لا ما فيش لو طلق. لو صارت قضيه في طريقه تانية هتصالحوا. اهلا وسهلا، ميرسي على اتصالك يا حبيبتي. الو. ايوه يا ام احمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اهلا يا ام احمد، متفائله. ازيك يا دكتور نيفين؟ اهلا وسهلا فيكي. انا 2/1 2/1 وجوزي 8/2 2/1 2/1. انت وهو 8/2 8/2. قولي لي يا ام احمد ايه الاخبار بينك وبينه؟ تمام، بس انا هولد الشهر ده وجليانه شويه. لا بص بتقولي هتولد الشهر ده وايه؟ هتجيبي صبي. قلقانه شويه. قلقانه شويه؟ قلقانه شويه. لا هتقومي بالسلامه وتجيبي صبي وتسميه محمد ان شاء الله. بس حاولي ما تتوتري ولا تخافي، انت عندك خوف وقلق. ان شاء الله بدك تقومي بالسلامه يا ام احمد. وعندك كمان هديه حلوه كتير مستنظرتيها. يعني حاجه انت كنت في انتظارها هتجيلك باذن الله. يا رب. اهلا اهلا، ميرسي على اتصالك. الو. مساء الخير. مساء النور يا محمود، اتفضل. حضرتك انا اسمي محمود، بقالي حوالي 4 سنين اهو. الدنيا متلخبطه معايا خالص، انا من القاهره. الدنيا متلخبطه معاهم من القاهره. مواليد 13/1 13/1 86. الجدي. تشتغل ايه يا سيد محمود؟ انا بشتغل فران. فران؟ لا عندك مشاكل في الشغل، بس الشهر ده الشهر ده عندك حاجات كتير حلوه. اولا لك فلوس مع حد هتاخدها، وثانيا مع حد، يعني في فلوس مع حد هتاخدها باذن الله ان شاء الله، وتكون سعيد جدا. كان صار لك فتره مستنيها الفلوس دي. وحاجه ثانيه اكيد بيقول لك وحاجه ثانيه بالنسبه لموضوع شغلك هيتحسن، لكن انا شايفه في حواليك مشاكل تانية. ايه هي بقى؟ مشاكل في العائله. لا حاول شوي تتنازل وما تعصب، لانه جاي الدنيا عليك كويس. اهلا وسهلا فيك سيد محمود، ميرسي على اتصالك يا محمود. الو. الو. ايوه اتفضلي يا كريمه، قولي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتوصل مع الدكتورة نيفين؟ الدكتور معاكي، اتفضلي قولي لها السؤال. لو سمحتي يا دكتورة نيفين، احنا بنحبك قوي قوي، بسمع برنامجك على طول. وانا كمان بحبك يا كريمة، اهلا وسهلا فيكم. انا زوجي 1/2. جوزها 1/2. والله ربنا اللي يعلم. بقول لك لو سمحت، انا برجي 1/2/1994. 1/2/1994. 14/2/1993. جوزك بيشتغل ايه يا كريمه؟ الحوض. انا جوزي يعني بالارزقي كده. ايه؟ ارزقي. ايش هو ارزقي؟ يعني اي شغلانه بتيجي، مش بالشغلانه ثابته. هو عنده مشاكل ايه بالشغل حاليا؟ تعبان جدا.
يا كريمة وطي التلفزيون يا كريمة شوية عشان تسمعينا. على طول وعلى طول مشاكل في البيت ومش متفاهمين مع بعض خالص. وطي التلفزيون شوية يا كريمة عشان تسمعينا. هو عنده شوية مشاكل في الشغل وحاليا قاعد في البيت ما بيشتغلش، بس في عنده بصي في حد يتصل فيكم تليفون وان شاء الله هيبني يعني جايه عمل جديد او عقد جديد هيكون مبسوطه مبسوط. بس انت زعلانه قوي وقلقانه قوي وخايفه من بكره وخايفه من بكره. لا ما تخافيش ربنا معاكم وديري بالك على صحتك يا كريمه. اهلا وسهلا. على اتصالك يا كريمه. الو الو ايوه اتفضلي. تمام ايوه يا دكتوره. الدكتوره معاكي اتفضلي. حضرتك انا يعني انا على طول ببقى زهقانه وكده. هو انا لسه متجوزه بقالي شهرين. انت لسه متجوزه بقالك شهرين؟ ومالك أيوة. مبسوطه صح؟ ايوه. ليه مالك مبسوطه؟ انت عروس حلوه. انا على طول اكملنا على طول قاعده لوحدي في الشقه وكده وعلى طول زهقانه. هي انت هو مسافر يعني او في حته؟ لا هو في شغل وبيجي يسهر مع اصحابه وكده. يعني لسه عريس وبيسهر مع اصحابه ازاي؟ ازاي؟ ما اعرفش والله. انت اسمك اميره صح؟ ايوه. ماشي يا اميره قولي التاريخ بتاعه وبتاعك كده. انا 18/12 وهو 18/12 يعني انت يا اميره زعلانه لانه جوزك عم بيسهر بره؟ ايوه بيجي. أيوة. يا دكتور وبيسيبها وبيسهر مع اصحابه يعني بيقعد طول النهار في الشغل وبيكمل مع اصحابه. انت بتقربي جوزك؟ انت قرايب ولا لا؟ لا من قرايب. مش قرايب؟ إيه؟ مش قرايب صح؟ ايوه. طب شوفي تاريخه كده وقولي للدكتوره. شهر كام هو؟ 20/7. هو 20/7. بصي السرطان اولا هو شوي عصبي يا اميره. ايوه. وبيحب ما حدش يرد عليه ولا كلمه. قيادي صح؟ ايوه. طب انت طيوبه كتير اصبري شويه اصبري شويه هينعدل. وبعدين ما تخليش يهرب منك. انت احيانا بلحظه عصبيتك بتردي بطريقه براءه مش بطريقه مقصوده. هو بيتضايق منك يا اميره. حاولي تتغيري يا حبيبتي. اهلا وسهلا فيك. ميرسي على اتصالك يا اميره. الو الو ايوه اتفضلي. انا 1/5 وجوزي 1/1. انت 1/5 اسمك ايه؟ منار 1/5 وجوزك ايه؟ 1/1. 1/1 الجدي وهي الايه. عندك ايه مشاكل اوضاع ماديه يا منار؟ ظروف الحياه يعني غلا وكده. وانت مضغوطه وانت كمان مضغوطه. جوزك شوي متضايق وانتي متضايقه في ايه؟ شويه مشاكل. ايه شويه مشاكل من ايه؟ ايه سببها يا منار؟ ايه سببها انت ولا هو؟ معانا احنا. لا ما احنا كويسين يعني. انت قاعده في بيت يعني عيله؟ مع اهل جوزي. انا عرفت المشاكل منين. معلش يا منار حاولي تعيشي يعني اقلمي نفسك. زي ما قالت لك هند كلامها صح. حاولي شوي تعملي تنازل وحاولي شوي تحبي حماتك وعمك والدنيا خير قدامك يا حبيبتي. اهلا وسهلا فيك. ميرسي على اتصالك يا حبيبه قلبي. الو الو السلام عليكم. اتفضلي يا ايمان قولي السؤال. ممكن اكلم الاستاذه نيفين؟ الدكتور نيفين معاكي قولي لها السؤال. الدكتور نيفين مش هربانه نيفين جنبكم اتفضلي. انا 20/7. 20/7 وجوزي 1/5. طبعا جوزي عن الصحه. مين ثواني انت 20 كم؟ 7. 20/7 وجوزك 1/5. عايزه تسالي عن الصحه والعاطفه. انت عندك ايه مشاكل صحيه يا حبيبه قلبي؟ انا عندي مشاكل صحيه نفسيه. بس نفسيه؟ مو بس نفسيه عندك اكتئاب. هو الاكتئاب سبب لك الحاله النفسيه. طيب هو عنده اي مشاكل في الشغل ودايما زعلان ومعصب؟ معصب وعنده حاله نفسيه برضه. ان احنا عندنا مشاكل في البيت فعملتنا احنا الاثنين حاله نفسيه. هم عندهم مشاكل في البيت فعامله لهم الاثنين حاله نفسيه. ايه المشاكل بقى؟ من اني نوع يا من اني نوع يا ايمان؟ ايمان انا ما بتكلمش اهلي. ايه؟ انا ما بتكلمش اهلي. يعني انت ما بتكلميش اهلي وما لسه انا قايله المنار مشي الدنيا مشيها يا ايمان معلش. عندك عيال يا منار؟ عندي 3.
عندك عيال؟ عندها ثلاثة. طب بكرة عيالك لما يكبروا زي ما بتعاملي حماتك وعمك، بكرة عيالك دي عاملوكي نفس الطريقة. حاولي تتقربي منهم وحاولي تحبيهم. لو عندهم أخطاء هن الناس كبار في العمر، اتحمليهم عشان خاطر جوزك. أهلا وسهلا فيكي. مرسي على اتصالك يا حبيبتي. ناخد نشوف كومنتات. ياسمين طيب ماشي اوكي. الو الو ايوه ياسمين اتفضلي. الو ايوه حبيبتي اتفضلي. لو سمحت عايزه اكلم الدكتور. الدكتور معاكي اتفضلي قولي السؤال. ممكن توطي التلفزيون عشان تسمعينا؟ حاضر. عايزه اسال على البرج بتاعي. طيب قولي البرج. 27/12. 27/12 مرتبطة حضرتك؟ بجدي. مرتبطة ياسمين؟ عايزة تعرفي اوطي التلفزيون عشان تسمعينا يا ياسمين؟ لا مالك مرتبطة؟ مرتبطة لما مرتبطة؟ هي بتعمى عليها التلفزيون فالصوت بيروح لها بعد ما ياسمين. ماشي مرسي على اتصالك ياسمين. هاتي كومنتات. هاتي حبيبتي هاتي. انتي مع الزمن حصيري شاطره قوي. حبيبتي يا دكتور انا هعمل معاكي بقى برنامج. حبيبتي يا دكتور. لا انتي عندك روحانيات حلوه حبيبتي ربنا يخليكي ومريحه مع الزمن. انا هقعد المذيعه وانتي تبقي دكتوره هين. لا طبعا لا الحقيقه لا حبيبتي. اتفضلي. دينا 17/10 الحاله النفسيه والعاطفيه. 17/10 الميزان. بص الميزان هلا عنده الكوكب الزهره في بيته. فهيكون سعيد كتير ما يخلق مشاكل مع نفسه. يعني يهدى كده على نفسه شويه. اللي بده يتعب جدا جدا برج السرطان لانه الكوكب المريخ قاعد في بيته. عنده. وهيعمل الابراج نايم. والمريخ ما بيحبش السرطان اصلا. ايوه برافو عليكي. وبعدين الـ السرطان هيعمل مشاكل مع الابراج الناري. فالابراج الناريه تكبر عقله وتبعد عن السرطان وتنتبه كتير صحيا لانه الفتره كتير من 19 لل 19/9 هيرتاح الابراج الناريه بس هلا تعبانين قوي. يعني ياخد جنب لغايه 19/9. ما يعصبش ما يتكلمش ما يسمعش كلام. ايوه كبر دماغه. ايوه 15/11 عايزه اعرف الارتباط وفي مشكله في شغلي هرجع الشغل ولا لا. 15/11 لا ان شاء الله باذن الله. انا لا شايفه باذن الله ان في عندها تغيير العقرب. لا تغيير بشغلها باذن الله مش هترجع باذن الله. بالنسبه للارتباط الله اعلم. يعني انا صار لي فتره قاعده على خريطه الفلكيه اعمل قبل اخر سنه مشان الارتباط. يعني بشوف وبشوف لا. فانا في ناس ما بحب قريبين وناس لا مش شايفاهم. بس شايفه اكتر الشيء الحمل والتور والعذراء. والعذراء انا شايفتهم كده. فيش جدي جدي ان شاء الله باذن الله. سماره 12/4 الحمل عايزه في ارتباط ولا لا؟ لا هلا كنا عم نحكي الحمل السنه دي عنده ارتباط. عنده يعني المطلقات الأرامل عندهم ارتباط. عندهم ارتباط. بس المرتبطين لازم يحذروا ما يعملوا مشاكل. ايوه في حياتهم الزوجية لأنه الحمل ما بسمع كلام حد. ايوه عنيد وعصبي. ما هو عشان نار يا دكتور. انا مروة محمد 25/6 برج السرطان عايزة اعرف الارتباط والشغل والحالة الصحية. السرطان عنده اكتئاب. بس اوضاعه الماديه في تحسن تحسن. وبعدين عنده مشاكل صح. مشاكل مع العائله. على فكره كل الابراج السرطان السنه دي عندهم مشاكل ورثه وعندهم محاكم وعندهم طلاق. السرطان. انا جهاد 14/9 عايزه اعرف كل حاجه عن العاطفه. خيطه العذراء هو ملك الابراج. ايوه يا بختك انت دلوقتي واكلينها ولعه صح؟ ايوه
ارتباط عنده ارتباط، انا قلت العذراء عنده ارتباط، واحواله الماديه كويسه، وحتجي فرص في عقد عمل او عقد سفر ما يقولش لا، ما يقولش يسافر يعني لو جاله اي عقد. انا صفاء 30/10/1999 ده العقرب، وجوزي 26/8 العذراء. كل حاجه عايزه تعرف كل حاجه هي وجوزها. اولا في ناقد ومنقود. العقرب ذكي جدا ومنفعل جدا. والعقرب على فكره عنده روحانيات. العذراء عنده ذكاء بس القياده ما بتصير الاثنين، قياده واحده. ايوه ما ينفعش، ما عندهمش مشاكل بس لكن لازم حد فيهم. لا تنسي اني 26/8 اخر الاسد واول العذراء، يعني العذراء هي اخده من طباع القياده والعصبيه، واخده من الاسد ومن العذراء. فلازم تتجنب المشاكل. اسمي هاجر، بسال عن الزواج والحياه الاقتصاديه والاجتماعيه. 26/12 26/12 الجدي. بصي الجدي تحمل كتير، تحمل 10 سنين كوكب الزحال دخل في بيته. ايوه كان قاعد عنده بعدين طلع منه وريحه شوي. لكن الجدي عنده شوية مشاكل عملية. احواله المادية ده تتحسن من هنا لاخر السنة، لكن ينتبه صحيا يحذر صحيا جدا. الجدي والحمل لسه كنت والسرطان والعقرب والقوس والحوت، ينتبهوا على صحتهم قوي 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 من هنا لاخر السنه. نسرين 12/1 الجدي برضو، عايزه اعرف الارتباط. رقمها 9 عندها ارتباط، عندها لانه يعني عندها حد في حياتها حبيبتي. 9. انا رانيا 19/7/2005 19/7/2005 بتسأل عن الارتباط. اولا رانيا كان لها علاقة حب، وانتهت العلاقة الحب صلى 20 يوم او شهر. فعايزة الارتباط. انا رأيي ترجع للشخص ده اللي هو الاولاني اللي سابته، احمد اسمه، ابو حميد يعني. بابا اسمه حماده 20/1 عن العمل والمال والصحه الجدي، كله جدي النهارده. قلنا لك العمل ان شاء الله في قدامه خير، في عنده عقد جديد. لكن عنده شويه مشاكل بسيطه، عنده مشاكل صحيه بس يعني مش حاجه بتخوف. واموره الماديه هتتحسن باذن الله. معلش يا دكتور عمالين نقول في تليفونات كتير، ناخد مكالمه. حاضر. الو الو، ايوه يا دينا اتفضلي. لو سمحت انا عايز نعرف هو في واحد متقدم لي، وعايز نعرف هو في الاخر ارتباط ولا لا. في واحد هو انا 18/7/2009 استني بالراحه، 18/7 في واحد متقدم لها، عايزه تعرف هو بحرف الميم. بحرف إيه؟ الميم هو ايه؟ هو بحرف الميم؟ لا بحرف الالف. في حرف الميم في اسمه؟ ايه يعني احمد الميم في اسمه؟ احمد ايوه احمد. ايه يعني في ميم؟ تقولي لي ما في ميم. طيب عايزه تسالي ايه؟ اتفضلي، اهلا وسهلا. عايزه تعرف في ارتباط ولا لا، يعني هيجي لها ولا لا. بصي في عندك مشاكل عائليه بينك وبينه، يعني اهله او اهلك؟ يعني في مشاكل عائليه بين اهلك او اهله؟ لا، اهلي واهل اهلي انا معترضين عليه. الا هي معترضين عليه؟ يعني في مشاكل. هو التاريخ بتاعه 29/6 تاريخه. اصبري شويه ان شاء الله خير يا حبيبتي، اهلا وسهلا فيكي. ميرسي على اتصالك. الو الو الو، ايوه اميره اتفضلي. ايوه انا عايزه اسال عني انا واختي. اهلين يا اموره. اهلين يا اموره اتفضلي، قولي تاريخك وبعد كده تاريخ اختك. واحنا اكتر بتحبنا قوي قوي. وانا كمان بحبك يا اموره اتفضلي. انا عايزه اسال عن اختي 10/2. اختك الاول 10/2؟ ايوه اختها 10/2. وانت يا اموره؟ الدلو. وانا 8/3/2009.
8-3 ايوه 8-3 أمورة أنت بتروحي على المدرسة؟ هي أختها الدلو وهي الحوض. أمورة أنت بتروحي على المدرسة؟ أيوة رايحة أولى ثانوي. هي طالعة رايحة أولى ثانوي. أنت شاطرة قوي وذكية قوي، بس أنت ليش دايما يا أمورة عندك خوف وتوتر؟ بتخافي من مين؟ بتتوتري من مين؟ من كل حاجة. لا 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 ما تخافي ما تخافي، الدنيا معاكي حلوة، أنت ذكية وبعدين أنت عندك روحانيات، انت بينك وبين رب العالمين في تقرب قوي، ما تخافي. اختك بتدرس ولا بتشتغل؟ هي اختك بتدرس ولا بتشتغل؟ لا اختي عندها 9 سنين. 9 سنين؟ لا دي صغيره قوي، صغيره قوي. انا عايز اسال عن ظروفها الصحيه. بس هي تعبانه ظروفها الصحيه؟ صحيه كويس، بس انت احيانا عندها مشاكل في الكبد. ايه عندها؟ ايه عندها مشاكل في الكبد. مشاكل في الكبد. ربنا يشفيها ويعافيها. ربنا يشفيها يا رب يا حبيبتي. وانت هتبقى كويسه؟ هتعمل عمليه؟ هتبقى كويسه؟ هتبقى كويسه. بتقولك يعني ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي. ادعي لها، انت كويسه وقريبه من ربنا، ادعي لها. اهلا وسهلا يا اموره. ميرسي على اتصالك. اموره حلوه. الو. اه عسل. الو. الو. ايوه فاطمه اتفضلي. ايوه معاكي. ممكن توطي التلفزيون يا فاطمة عشان تسمعينا؟ لا التلفزيون واطي والله. طيب قولي. ماشي ماشي. انا 7-1. 7-1؟ 93. 93. عايزة تسألي عن ايه يا فاطمة؟ يعني في ورث قدامنا وكده و ورث؟ يعني مش عارفة يعني دلوقتي ولا بعدين. ايه السؤال بقى؟ وطي التلفزيون يا فاطمة عشان تسمعينا. نعم. ايه السؤال يعني؟ عايز تعرفي يعني الورث؟ عايز اعرف امتى يعني. يعني قرب ولا لا قصدك؟ ولا هتاخديه ولا لا؟ هي عايزه تعرف هتاخدي انت الورث هتاخديه من مين؟ من ابوكي؟ من عيلتك؟ لا من مامتي. من مامتك. في شويه مشاكل، عدم التفاهم يا فاطمه، مش متفاهمين بالموضوع ده. انا معايا اختي يعني في شهر 9. ايه اختها في شهر 9 برضه ليها ميراث زيك؟ انا واختي مع بعض. انتوا مرتبطين؟ هي مطلقه وانا متجوزه. اختها مطلقه. طيب انتوا ايه انا عايزه اسالك، ايه الفكره ان في حاجات مش متفاهمين موضوع الورثه؟ شويه عندكم مشاكل. المشاكل سببها ايه يا فاطمه؟ في حد يعني اخواتك رجاله او كده او عمام؟ لا معيش رجاله. لا بس في حاجه ما بتتفهموها، إذا عملتوا تنازل من الطرفين اللي يعني في حاجة قصدها الدكتورة موقفة الميراث، إيه هي؟ إيه هي؟ لا مفيش حاجة، بس إحنا مستنيين ابن خالتي. بس يعني عشان إيه يعني يعني هو ما فيها راجل. ماشي. بإذن الله شوية. إن شاء الله هتاخدوها، بس أنا متأكدة في شوية مشاكل. أيوه. بين الصهر وبين ال يعني في مشاكل. أهلا وسهلا فاطمة. الو الو. ايوه اميره اتفضلي. الو. ايوه معاكي اتفضلي. انا دايما في مشاكل ما بيني وما بين جوزي كده على طول. عندها مشاكل بينها وبين جوزها على طول. ليه اسمها ايه؟ اميره. يا اميره خانم ليه؟ ايه المشاكل بقى؟ اميره بقولك يا اميره. نعم. وقت التلفزيون شويه. ايه مشكلتك مع جوزك؟ ليش دايما عندك مشاكل؟ دايما الغلط في مشاكل على طول. الغلط من الطرفين. الغلط من الطرفين حبيبتي، مش من طرف واحد. لا بصي بقى، انت حاولي تعملي شويه تنازل. والله دايما بعمل تنازلات. ايه اعملي تنازل، الله يخلي لك ولادك كمان عشان الولاد دول. وبعدين هو بصي عصبي وهو مارق، في عنده خساره، خسر ظروف مادية أو دين حد ما رجعوا له الفلوس، عنده شوية مشاكل، اصبري عليه هتبقوا كويسين جدا. أهلا وسهلا فيك يا أميرة. مرسي على اتصالك يا أميرة. ألو. 12-1 لسه منفصلة. ثواني رحاب معانا صح؟ منفصلة 15-1 لسه منفصلة. 15-1 تاريخ ميلادك صح؟ الجدي. انت عايزه ترجعي؟ لا. ليه بقى؟ كده مش في مشاكل على طول. انت بقالك كتير معايا؟
بقى لنا 11 سنه. بقى لها 11 سنه في اطفال؟ طب هو المشاكل من طرفك ولا من طرفه؟ لا من طرفه هو. من طرفه هو؟ ورفعتي ورقه الطلاق يعني ورفعتي القضيه؟ هتنفصلي يا حبيبتي قريب. اهلا وسهلا. انفصلت. هي انفصلت. انت عايزه تسالي على ايه؟ ان في ارتباط تاني ولا لا؟ لا حاليا ما عندكيش اي حاجه. ميرسي على اتصالك يا حبيبتي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا تيسير. حبيبتك يا دكتور. الدكتوره معاكي قولي السؤال. انا 10/3. 10/3. وجوزي 10/20/8. 20/8 الحمراء والعذراء. ايه السؤال بقى؟ بنتك 11/12. بنتك 11/12؟ كنت عايزه اسال بنتي يعني نصيبها ايه في التعليم السنه الجايه ان شاء الله عشان ما كانش لها نصيب السنه دي في الثانويه العامه. هي في ثانويه عامه وعادت السنه يعني؟ هي عادت السنه فعايزه تعرف يعني باذن الله هتعدي منها ولا لا؟ لا هتعدي منها باذن الله بس خليها تركز شويه. يا رب يخليك يا دكتوره. اهلا حبيبتي. هي وقري لها سوره الياسين. فصل. ميرسي على اتصالك يا حبيبه قلبي. ناخد كومنتات. اماني في تليفونات كتيره قوي يا دكتور. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. الو ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتور معاكي اتفضلي يا اماني. اماني انت صوتك اولا زعلان وحزنان. انا شكلك دمعتي معيطه. في ايه عندك يا حبيبه أماني؟ اماني. 1/4. 1/4. 83. 83 الحمل. انت الحمل؟ ولدي 1/8. ولدها ابنك 1 ايه؟ 1/8/2000. 1/8/2000. عايزة تسألي عليكي ايه وعليه ايه بقى؟ ايه السؤال؟ انا الصحة والمعنى. الصحة والايه؟ عندك انت مشاكل صحية. عندها مشاكل صحية. عندها مشاكل صحية. انت عندك مشاكل صحية يا حبيبتي. ايوه. طب ايه المشاكل الصحية؟ الكولون؟ يعني ولا الاعصاب؟ انا شايفة عندك مشاكل اكتر حاجة هي الاعصاب اللي عم بتسبب. أيوة عندك التعب الشديد. بقول لك ايوه صح. التعب الشديد لما الاعصاب تتعب تضرب كل اعضاء أيوة الجسم. بيبقى الجسم كله صح. لازم تحاولي ديري بالك على نفسك. ابنك عمره كام حبيبة قلبي؟ 24 سنة. بيشتغل؟ ايوه. هو شوي معذبك عشان كده اعصابك تعبانة. لا هو كويس بس عايزة تشوف الصحة والمال. عايزة تشوفي الصحة والايه؟ والمال. والمال عايزة تشوف له الصحة والمال. ليه هو؟ هو بيشتغل ايه؟ في الخارج. في الخارج؟ مسافر يعني يا دكتور؟ لا هو شوي هو تعبان صحيا. مش تعبان صحيا هو شوي تعبان من الغربة. ايوه وبيحاول يفكر يجي يعني يعمل خط رجعة. مادياته ان شاء الله باذن الله هتبقى خير. ما تزعليش بس اهم شغلة ديري بالك على صحتك وعلى اعصابك. اهلا وسهلا فيك. ميرسي على اتصالك. الو. الو. ايوه يا مريم اتفضلي. مروشي اهلا وسهلا يا مروشي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا 17/7. انا ووالدتي برضو نفس التاريخ. اوف اوف اوف. يعني مامتك 17/7 وانت 17/7. ايوه فرق بيننا 40 سنه بالظبط. 40 سنه. طيب يا مريم حضرتك مرتبطه ولا لا؟ للاسف لا. السرطان. مرتبطه؟ لا. طيب انت عايزه مني ايه؟ اقول لك في ارتباط ولا لا؟ ايوه وعايزه اسال عن الدراسه برضه يعني المستقبل الجاي ايه؟ بتشتغلي حضرتك؟ لا بدرس. بتدرسي ايه؟ بدرس علوم. بس انت شاطره شكلك شاطره وعندك طاقه ايجابيه كتير وكتير انت متقربه من رب العالمين. بصي بالنسبه للارتباط بتاعك دلوقتي انا مش شايفه في عندك ارتباط. بس ارتباطك هيبقى قبل اخر السنه او بعد السنه 2025. ماما عندها مشاكل صحيه ايه؟ هي عندها مشاكل في البيت. في البيت؟ مع بابا ولا مين؟ مع اخواتي. اخواتها؟ اخواتها. ديري بالك عليها وخدي رضاها. وانت كمان لازم تساعدي ماماتك شوي. انت عنيده. انت طيبه وانسانه كويسه بس عنيده.
حاولي شوي تتقربي من ماما وتساعدي اخواتك. واهلا وسهلا فيكي. مرسي على اتصالك. الو. الو. ايوه اتفضلي يا سماحه. قولي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا 3/3/2001 الحوت. 2001. وجوزي 1/6. وجوزك 1/6. فعايزه اشوف الدنيا كده فيها ايه عشان في توافق يعني ولا الصحه ولا المال؟ والمال والصحه. عايز تسال عن الصحه والمال والتوافق. توافق بيناتكم 66%. شوي بتزعلوا شوي بتفرحوا. في ايه عندك يا سماح؟ ايه بتقول لك شويه بتزعلوا وشويه بتفرحوا؟ يعني التوافق عندكم بسيط. مش بسيط، شويه بتزعلوا وشويه بتفرحوا. طيب بصي بقى، انت شوي لازم تعملي شوي تنازل لانه هو عصبي جدا وقيادي جدا، وانت من نوع الحساسي. انت بتحبي الرومانس، رومانسيه انت. ايوه هو رومانسية. مشكلته عملي، الجوزاء عملي جدا. ايوه فانت احيانا بتتحسسي على اشياء بسيطه، لكن حياه قدامك حياه حلوه. وانا اسالك سؤال يا سماح، انت عايزه تغيري البيت او تشتري حاجه للبيت؟ تمام. في حاجه جديده عايزه تجيبيها؟ نفسي اجيب بيت جديد. نفسي اجيب بيت جديد. ان شاء الله باذن الله قبل ما تخلص السنه دي هتطلعي على بيت جديد. اهلا وسهلا فيكي يا سموحه. يا حبيبتي. الو. الو. ايوه ياسمين اتفضلي. ايوه ازي حضرتك يا دكتوره؟ الدكتوره معاكي اتفضلي. اتفضلي ياسمين خانم. ايوه كنت عايزه اسال عن اختي 15/7. على راسي انت واختك كام؟ 15/7. 15/7/2000. 15/7. على ايش بدك تساليني يا ياسمين؟ ارتباط. كنت عايزه اسال. عايزه تسال عن ارتباط. طب بدي اسالك سؤال، اختك ياسمين زعلانه ليه؟ وعندها مشاكل صحيه ايه؟ مكتئبه ليه؟ معدتها بتوجعها كتير. معدتها وجعها على طول. ان شاء الله عندها ارتباط، ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي. شكلها في دماغها في حد، ان شاء الله على خير. مرسي على اتصالك. ناخد كومنتات يا دكتور. اتفضلي. نوره 1/1. ماما عايزه المال والصحه. نوره 1/1 الجدي عايزه المال والصحه. بصي عندها مشاكل صحيه بسيطه مش كبيره، لكن عندها ظروف بصي اعتقد هي شوي، اعتقد عندها قضاء، عندها محكمه قضاء او عندها ورثه او عندها شيء. ان شاء الله باذن الله هتنحل، هتنحل المشكله باذن الله. 31/8/2005 العاطفه والدراسه والرزق اريج عذراء. لا كويس. العذراء بتقول كويس يعني ما شاء الله عليك. عندها عمل جديد، عقد جديد. هي بتسال عن الدراسه والرزق. لا رزقتها كويسه. بس انا شايفه بدها تشتغل، يعني احتمال الشهر 10/11 قدامها عقد جديد. بسمه 3/8 كنت بسال عن الصحه والعاطفه الاسد. بصي الاسد دلوقتي حاطط ايده على خده او رابط حاجه على راسه. تعبان قوي قوي قوي. ليه بقى يا دكتور؟ بصي ظروفه مرت ظروف حلوه. يعني مر عليه شهر 7 و8 ما استغل الفرصه. الاسد دايما ما عنده صبر، عايز كل شيء. يعني كون يكون. هو ناري يا دكتور بقى. كون يكون. وغروره وقيادته المفروض يعمل شوي تنازل. تنازل شوي عشان الدنيا تمشي. ايوه. هاجر 11/4 عايزه اعرف الحاله الدراسيه والعاطفيه الحمل. لا دراستها كتير كويسه، دراسه جيده. لا هي مقصره فتره، ما اعرفش دخلت على امتحان او عندها مواد جديده حتنجح فيهم، بس حتنجح في تنتين. ارتباط. عندها ارتباط السنه دي. باذن الله. هدير 4/11 عاوزه اسال عن العاطفه والعمل. عقرب. العقرب عنده عقد جديد. يعني 90% ترقيه بالعمل، وعنده بالنسبه لاموره العاطفيه شوي عنده مشاكل في اموره العاطفيه، او عنده شيء من الماضي
صدمة في حياتها، فالمفروض تتغير. أي عبير 2012 الكوس الرزق وشراء بيت. لا لأول سنة هتشتري بيت بإذن الله. هتشتري بيت بإذن الله. منار برج الأسد الحياة العامة والشريك. أولا الأسد، أولا منار لازم، هي كاتبة التاريخ بتاع الشريك 4/7. أولا هي ما لازم تفكر في الماضي. اه عندها ماضي. اه تركز على المستقبل. عندها شوية مشاكل في حياتها. اه بس هتنحل بإذن الله. سما 28/5 الجوزاء وعبد الله جوزي. شد جوزاء عبد الله جوزاء، في خطوبة أول السنة ولا حد غيره؟ أوف استني بس استني 8 أيوة أنا قريت صح عبد الله. اه يعني تقول يعني تاخد عبد الله ولا غيره؟ ولا غيره. اه لا انا شايفه تاخد محمد. لا عن جد مش هتاخد عبد الله، واحد اسمه محمد يعني هتسيب عبد الله؟ وبيشتغل بالشرطه. بالشرطه؟ اه. ام رحمه 7/5/2003 عاوزه اعرف الحاله النفسيه والجواز. ام رحمه اه 7/5 7/5 عاوزة اعرف الحالة النفسية والجواز. هي الطور. بصي هي اولا عندها سفر، في عندها خط سفر. اه هو السفر لابنها او لحد الى، ما هي مش مرتبطة. ما لا عندها سفر، شايفة سي سفر او جوازة على سفر الله اعلم. الاثنين مع بعض. اه ووضعها المادي حيتحسن وعندها اخبار كتير حلوة. اه سيدة 13 الميزان أرملة الظروف صعبة معايا قوي. والله الميزان دلوقتي كويس، بيقولوا ظروفه صعبة. هي مرتبطة لغير مامتها أرملة. أرملة الأرملات كلهم تعبانين دلوقتي. الله يبعت لها ابن حلال. هي بتفكر دلوقتي في العقل الباطني ان يجي راجل يناسبها. اه طب قولي لها لو في ارتباط. لا في عندها ارتباط، لانه لا في عندها حد بتفكر فيه يا دلوقتي. اه عندها رقم 5 هيجي لها يعني ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله. باذن الله. عبد الهادي ابني 15/10 الصحة والعمل. 15 اه 15/10 عايز ايه يعني عبد الهادي؟ بيسأل عن الصحة والعمل. بصي انا كمان برجع بقول هنا هون بالنسبه لعبد الهادي عنده كتير اخبار حلوه وعنده رزقه حلوه ووضعه، بس لكن مزعل حد عبد الهادي. يا اما مزعل امه ليه كده يا اما مزعل ابوه. لازم يحاول يصالح اهله. الصحه شوي عنده مشاكل بصي العقرب دايما عنده مشكله في الكولون. أوه. ده كولون العصبي. أيوة. البقى الكولون العصبي بيعمل ايه؟ لانه هو عصبي وبيعصب على الاخرين معدته عم توجعه. أيوة. دايما الكولون لازم ياخد كمون ينسون او كمون. لا كمون. كمون قبل ما ينام. بس سعيد 18/3 17/3 الشغل والعاطفه. سعيد 17/3 الحوت. ايوه عايز الشغل والعاطفه. وهل في سفر؟ اولا سعيد جايته رزقه كتير حلوه. في عنده كمان سعيد مزعل حد بالعيله. مين بقى؟ مامته. ليه كده يا سعيد؟ اه لازم يصالح مامته. وبعدين بالنسبه هو بيشتغل، هو كاتب اذا عنده عايز يعرف في سفر ولا لا. لا عنده سفر. عنده سفر بس ياخد رضا امه قبل ما يقول ده اسافر. ايوه راضيها عشان هي تدعي لك فتسافر. هايدي 20/8 العاطفه والشغل الاسد. 20/8 هي بتفكر كتير في الماضي. كل انسان اللي بيفكر بالماضي ما بيركز على المستقبل بيبقى فاشل. المفروض يقفل على الماضي ويركز في الحاضر عشان يعرف. أيوة. يمشي. ايوه في عندها مرتبطه لغير مرتبطه؟ لا مش كاتبه، هي كاتبه العاطفه اكيد مش مرتبطه. العاطفه والشغل انا شايفه عندها باذن الله فرصه ارتباط. للزواج على طريقه.
بإذن الله يا دكتور. ربنا يوفقها. لأنه رقمها خمسة. رقمها خمسة؟ ربنا معاها ووفقها. هنطلع فاصل ونرجع لكم، ما تروحوش في أي حتة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الفقرة الطبية، بما أننا في برنامج عالم الأبراج وكلنا عارفين في أبراج بتموت في الأكل زي عنيها. دكتور هبة العوضي هتعرفنا ازاي نحافظ على صحتنا بطريقه امنه وصحيه، مصرحه من وزاره الصحه. نرحب بدكتور هبة. ازيك؟ مساء الفل يا دودو، عامله ايه؟ العسل. حلو النيو لوك ده، ايه رايك؟ ما شاء الله جميل. حبيبتي حبيبتي يا هبة، قولي لي ايه الاخبار؟ عايزين نعرف الكورس النهارده اسمه ايه. كورس النهارده صانع السعاده. صانع السعاده هو فعلا بيصنع السعاده يا دكتور؟ بالظبط كده. النهارده انا اتعمدت ان انا اسميه صانع السعاده من خبرتي ومن كتر ما بشوف الحالات قدامي، وخصوصا لما بتجيلي العياده قد ايه بيتحولوا من عالم لعالم اخر تاني خالص. أيوة. تماما تماما، فعلا كورس صاحب السعاده اطفى سعاده على ناس كتير وحالات كتير بالالافات على مدى سنين كتير جدا، سواء في الشكل الخارجي ان انا اصحى الصبح ابقى راضي عن نفسي وانا ببص لنفسي، عن ان انا صحتي ازاي اتحولت للافضل والاحسن، وكلها شهر ولا اتنين وبينقلب الحال. فعلا صانع السعاده النهارده كورس بيساعد كل اللي نفسهم يخسوا ويوصلوا لجسم مقبول، مش هقول جسم رشيق او الجسم اللي هو المناسب اللي بالملي او الجسم الفرنساوي، بس على الاقل الجسم اللي هتقبله لما تبص لنفسك في المراية، الجسم اللي ما يسببش اي اثار جانبية، اي مشاكل صحية مع الدهون اللي معاه. صانع السعادة النهاردة كورس عليه خصم كبير جدا وعرض اقتصادي وعرض موفر، عشان انا عايزه اطفي السعاده على كل واحد نفسه يخس. كورس صاحب السعاده النهارده او صانع السعاده النهارده مكون من خمس منتجات. خمس منتجات، ثلاثة أساسي واثنين هدايا، الأول ألف متصل. أهم حاجة الهدايا. أه طبعا. والخصم جايبالك خصم النهاردة حلو يا دكتور، 50%، يعني بنص الثمن لأول كله. ألف متصل. طب نعمل إيه؟ أرقام التليفونات دي يا جماعة هي الأرقام الوحيدة اللي تاخد منها الكورسات. مش أرقام تانية، حتى لو شفت فيديوهاتي على أي صفحة من صفحات السوشيال ميديا أو الفيسبوك، لا مالكش دعوة بالإعلانات اللي بتشوفوها دي، لأن إعلانات مش حقيقية، مش تبعي. هما بيقصوا الصورة بتاعت دكتور هبة وياخدوها وبيقصوا الفيديوهات وبيحطوا أرقام تانية خالص، بيبيعوا منتجات مش حقيقية. احنا دلوقتي هنعرض لكم الشاشة اللي هي الوحيدة اللي موجودة، مفيش غيرها الصفحة، ممكن تاخدوا سكرين شوت ليها معاكم. ايه دي صفحة الفيسبوك. بيتم من خلال ارسال رسائل على الماسنجر او على رسائل الصفحة، او من ارقام التليفونات اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة، او من خلال رسائل الواتساب للارقام دي. مفيش غيرها يا دكتور، دي الصفحة الوحيدة. والارقام ما شاء الله انا منزلة ارقام كتير جدا عشان ان هي تغطي كل الناس. اي رقم مشغول اتصلوا بالرقم التاني هيرد عليكم، او اثبت وجودك على الاقل برسالة على الواتساب. انا عايزة كورس صانع السعادة، او عايزة تفاصيل عن كورس صانع السعادة لو انا يعني ما استكفتش كل المعلومات عن الكورس النهاردة. الكورس ده اقوى كورس تخسيس وانقاص وزن، علاج الشهية المفتوحة، علاج حرق الدهون الضعيف اللي في جسمي، بيكسر ثبات الوزن اللي بعاني منه مدار سنين، بيريحني جدا، بيديني حلول مناسبة وفي متناول الإيد وبسيطة وأنا بقدر عليها، مش محتاجة منك لدايت ولا حرمان من الأكل، مش محتاجة إنك تمشي على ورقة ريجيم قاسية عشان تخس، مش محتاجة منك رياضة شقة أو مشي بالساعات عشان تخس. أنا مديالك تعويض لده كله، مديالك تعويض لورقة الدايت،
يعني كرسي إيه؟ صنع السعاده ما فيهوش حرمان لاي اكل يا مستحيل دكتور. يعني ياكل اي اكل مسموح له بكل الاكل مستحيل. وهتلاقي الصور او منظر الحالات بعد ما بيخسوا خرافه، مش مصدقه ان الشخص ده او الحاله دي خست بكرسي من غير ما تتحرم من الاكل ووصلت للوزن ده، وما فيش بقى اي ترهل في الجلد وبيبقى في نحت في الجسم. لا انا مقفله عليكي كل المشاكل اللي بتحكي فيها، مديالك كل المنتجات اللي تقفل كل المشاكل. امال انا جايبه لك 5 منتجات ليه؟ كل منتج بيحل مشكله معينه بيقابلها مريض السمنه وهو بيخس. تمام. هو ده كورس التخسيس بشرح سريع ومبسط. طب ازاي يا دكتور؟ لما تديك حاجه تقفل لك الشهيه وتديك احساس بالشبع وتقتل الجوع المستمر، الشبع من اول يوم ومن اول كبسوله، ده شيء بيرضي اي اكيل او اي واحد بياخد سعرات حراريه كبيره جدا طول اليوم. الناس الاكيله دي عندها مشكله ان هي تمشي على نظام غذائي او أيوة تتحرم من الاكل، عندها كنترول ان هي توقف الاكل، مشكله كبيره. ايوه كبيره جدا. يقول لك انا مش هقدر اخس لاني ما اقدرش اكل بقى. يا دكتور بيبقى سببها القولون، ان هو القولون لما بيتعب بيخليكي تاكلي كتير ما يبقاش لا فيه. ده اسبابها كتير جدا. كتير جدا. اول حاجه اللايف ستايل، انا اتعودت على كده. وكل ما باكل كل ما باكل. يعني في ناس إيه؟ لما بتكتئب بتاكل، ناس لما بتفرح بتاكل. بالظبط. اولا اصحاب المشاكل النفسيه بياكلوا لان الادويه بتاعتهم بتفتح الشهيه. في بعض الادويه لبعض المشاكل الصحيه بتفتح الشهيه. الظروف النفسيه، مكتئب بتاكل، فرحان بتاكل. مثلا خارج او في عزومات او في مصايف او في فسح. المشكله ان في سن معين كمان الحرق بيبقى بطيء فيه جدا، فالاكله اللي بتاكلها بتبقى بتزود. او انا اللايف ستايل بتاع اكلي ان انا اتعودت ان ماما بتعمل اكل كتير واكلات وحلوه وشهيه، وخصوصا بالليل باكل وبنام وما كانش في لاب ولا ام يقول لي او يوجهني طريقه الاكل كده ازاي. او انا ابني صغير ومتعوده اني احشي اللانش بوكس بتاعه بكميه سندوتشات كتير جدا، وناسيه فكره ان في خضار في فاكهه ممكن يتحطوا على فكره في اللانش بوكس بدل الساندوتش، بدل 4 أو 5 سندوتشات اللي بتحطيهم ممكن تحطي 1 أو 2 كفايه قوي. مع خياره، جزرايه، تفاحيه، جوافايه، اي نوع اكل او خضار الطفل بيحبه. طب كرسي صانع السعاده بقى يا دكتور مسموح من سن كام؟ مسموح من سن البلوغ، وان سن ابني او بنتي وصلوا سن البلوغ ولحد 70 سنه لو حاله الحاله الصحيه او الحاله اللي هي ام 70 سنه دي تسمح اديها. ياخد عادي. ايوه انا موفره فريق طبي او فريق متابعة الحاله من اول الكورس. لازم اعرف هو بيعاني من مشاكل صحيه ايه قبل ما اديله الكورس. قبل ما اديلك الكورس لازم اعرف البروفايل بيكتشر، او انت بتعاني من مشاكل صحيه، انت في ضغط، في سكر، في كوليسترول عالي، طب الغده الدرقيه عامله ايه، الكلى، الكبد، لازم لازم تعرفوا حالتك الصحيه تبطيلة. عشان يديك الكورس على قد صحتك اللي هي مفروض تاخدها. انا بعتمد في تشخيص الكورس بتاعي او في وصف الكورس بتاعي على حالتك انت، مش حالة اللي جنبك او حالة حد هتقسم معاك كورس. يعني ما ينفعش يقسم الكورس ولو هقسمه يقول للدكتور. لازم لازم اعرف، لازم افهم واعرف كل تفصيلة، مش فضول بس، بالعكس انت هتساعدني ان انا ارشح انسب كورس ليك بالتركيز المناسب، لاني انا عندي تركيزات مختلفة ما يسببش اي مضاعفات او اي اثار جانبية. الكورس بتاعي على رأسه كبسولة صانعة السعادة، الكبسولة دي عظيمة بتقفل لي الشهية، باخدها بعد الفطار بساعة مع 2 كوباية مية واشوف نفسي، شوف احساس الشبع اللي بيبسطك وبيفرحك بيستمر ولحد 48 ساعة، كده انا شبعته، كده انا اديته احساس بالشبع، كده لو اتحطت قدامه وليمة قد الطاولة دي مش هيقدر ياكل اكتر من 3-4 لقمات، يبقى انت سيب ورقة الدايت على جنب مش هنحتاجها، كل اللي انت عايزه بس تقابلني لو كلت اكتر من 4 أو 5، شبعتك خلاص انا مشيت 3/4 المشكلة او مشيت 3/4 الطريق. نيجي بقى ندور على الدهون، ما انا مش هسيبك، مش هشبعك وبس، لا انا برضو وظيفتي ان انا كسر لك الدهون، وظيفتي
كدكتور تغذية إن ساعدك إنك تكسر الدهون اللي أنت مش عارف تكسرها، لأن معدل الحرق الدهون في جسمك في عطل في خلل، ما بتحرقش مع إنك ما بتاكلش بس ما بتحرقش. ممكن يكون عندك خمول غدة درقية أو مقاومة الأنسولين أو عندك فيتامين د ناقص أو في مشاكل في المرارة أو في الرحم، كل العوامل دي هي اللي بتأثر على الدهون في جسمك. الحرق. إيه بقى يا دكتور بيشغل الحرق؟ القهوة الخضراء؟ القهوة الخضراء. عندي الكبسولات بتاعتي اللي هي المنتج الأساسي للكورس صانع السعادة النهاردة. عندي النقط بترفع الحرق بشكل رهيب رهيب وبيبان تأثيرها قوي على البطن والكرش. عندي كمان كريم الشد والتنحيف بيشد الجلد وينحت لي الدهون السطحية اللي تحت الجلد. عندي منتجات كتير قوي، عندي فيتامينات عشان تحفز عمل الكرسي في جسمي وتديني من الصحة والنشاط والحيوية وباور وطاقة وأنا بخس. أنا مقفلة عليك زي ما قلت في أول الحلقة كل المشاكل اللي ممكن إن أنت تقابلك أيوة. وانت بتخس، هي مفتوحة هقفلها لك. حرق الدهون ضعيف في جسمك هرفعه لك 5 أضعاف عشان تلاقي نتيجة بعينك كل أسبوع. لو خايف إن يحصل ترهل للجلد أو تهدل أو إن يظهر خطوط التمدد هيديك الكريم اللي تدهنه يوميا عشان يشد الجلد ونتيجته من بان من أول أسبوع. بتحب الحلويات؟ معتمد جدا على معالي السكر اللي بتحطها على الشاي والقهوة، أنا هحط ده على جنب. مديالك السكر الدايت. بتهمد او جسمك بيخدل كده وتحس بصداع وارهاق وانت يعني حاسس انك اكلت كميه بسيطه وانت بتخس، ما تقلقش، جايبه لك مجموعه فيتامينات مخصوصه لفتره التخسيس هتخلي جسمك 64 حصان وتزود امتصاص الكورس. يبقى انا عندي كورس اساسي في نقط في كبسولات في كريم، والاول 1000 متصل. عندي كريم اللي عندي المالتي فيتامين والسكر، سكر الدايت اللي هو خالي من ماده الاسبرتام مش مضر تماما، ما فيهوش سعرات حراريه، ما بيزودش في الوزن، وكمان ما بيديش طعم او بيغير طعم المشروب ومعالج حراريا تقدر تدخله الفرن، ده هديه. والفيتامينات هدية لأول 1000 متصل، والأساسي عليه خصم 50%، شحنه مجانا وهتتابع مع الفريق الطبي والمتابعة مجانية. كفاية دكتور إن هو آمن وصرح وزارة الصحة، دي أهم حاجة طبعا. يعني تقدروا تطلبوا دلوقتي الكورس من الأرقام الموجودة على الشاشة أو الواتساب أو عن طريق صفحتهم الرئيسية الوحيدة على الفيسبوك، هتكون معنا دلوقتي على الشاشة. أيوة هي دي الصفحة الرئيسية وهي دي الأرقام اللي ياريت تصورها دلوقتي عشان تلحق، لو في رقم مشغول تتصل بالرقم التاني عشان تلحق تكون من أول 1000 متصل وتاخد خصم 50% على كورس صاحب السعادة أو صانع السعادة. النهاردة كلمة السر اللي تحطها على الواتساب أو تقولها لهم لما تتصل في التليفون، عايز كورس صانع السعادة. صانع السعادة بيخرج لي 15 كيلو دهون من جسمي في الشهر. ناخد يا دكتور حالات قبل وبعد؟ يلا نشوف بقى حالات صانع السعادة. بصوا بقى شوفوا بقى، ده محمد من شربين خس ما يقارب من 100 كيلو. ايوه ايه ده كتير قوي، 100 كيلو، كان 175 لحد 70 أو 75 في تقريبا في حوالي 7 أو 8 شهور. ايوه ده خس كتير جدا، 8 شهور. ده من المنصورة. الحالة دي عايزة أقولك إن الحالة دي بعد ما كان بيعاني من وزن مفرط 175 كيلو وصل لـ70 أيوة كيلو، بقى بيشتغل ترينر في جيم، ما شاء بقى الله. ترينر. انت شايفة تحقيق المستحيل؟ أيوة يا دكتور هبة، البني آدم لما جسمه بينزل حالته النفسية بتنعدل، فبيقدر يعمل حاجات كتير، يوصل اللي هو عايزه. هو نفسه أيوة. إن هو يبقى مدرب في جيم، نفسه يبقى مدرب كمال أجسام، ووصل للي هو عايزه. عشان كده لما نسمع إن ذوي الاحتياجات الخاصة بيعملوا حاجات خارقة، صدقوا يا جماعة أيوة، إنه ينزل من جسمه إرادة. 100 كيلو، 100 كيلو ينزلهم من غير عمليات، من غير مشارط، من غير تكسير. كنت هقول لك عمليه تكميم اصلا يعني بعد سنه بترجع تاني. دي انا هقول لك يعني على حاجه زي كده من حاله بلوجر شفتها أيوة. ومعروفه. لو في صور تانية لحالات قبل وبعد لكورس صانع السعاده، الله ينهر ابيض، الله على الجمال والرشاقه والنحت، يعني سيمفونيه أيوة. نحت اتجسدت في الحاله دي، ومن الحالات الجديده، دي من الحالات الجديده. اه ما شاء الله، شفتي تقسيمه أيوة. الخصر الوسط، يعني الوسط البطن،
النهاردة أنا مش بخسس وبس، أنا بنحت لك المناطق اللي مضايقاك كمان. يعني أنا مش وظيفتي أني أخسس، أو صانع السعادة مش وظيفته أنه يخسس، لا ده ينحت المناطق اللي مضايقاك. دي خميرة أو نتاج 3 شهور ونص تخسيس، 3 شهور مع نحت، بروتوكول معين خاص بكل حالة بديهولها. متهيألي الستات بتبقى عندها إرادة أكتر من الرجالة؟ بالعكس. ولا الرجالة أكتر؟ بصي بقى، أنا مش محتاجة إرادة يا هند، مش محتاجة، لأن أنا مش بطلب منه إنه هو يتحط تحت قيود أو بقوله امشي على النظام القارص ده، لا أنا بسيبه ياكل هو عايزه. الموضوع بيتم بأريحية تامة، انت بتتعامل عادي جدا، لا في الجيم المستمر او الرياضة مستمرة اللي انت ملزم بيها، ولا ورق الدايت رايح جاي بيها وتاكل الاكل العيش البني والمسلوق والمشوي. لا انا مش محتاجة ارادة ولا عزيمة، انا كل اللي محتاجاه ان هو يتابع مع الفريق الطبي، وعشان انا مؤمنة باهمية انك تتابع طول الشهر مع الفريق الطبي، انا بقدم المتابعة دي مجانية لكل العملاء. المتابعة أهم حاجة، ياخد الدواء في ميعاده أهم حاجة، التوصيل لجميع المحافظات شحنه مجانا، والخصم النهاردة 50% الأول 1000 متصل، ده غير الهدايا. ويطلب كورس صانع السعادة النهاردة. كلمة السر صانع السعادة، صانع السعادة حققت نسب نجاح في تخسيس عالية جدا. بمناسبة ما بتقولي لي عملية التكميم، قبل ما أخش الحلقة كنت بقلب في السوشيال عن كان بلوجر معروفة جدا ووزنها كبير، وكانت بقى بتتابع مع متابعينها ازاي ان هي هتدخل عملية تكميم، لان هي قرفت من طرق الدايت المعتادة والروتين المعتاد. عشان يا هبة يا دكتور هبة، هم بيخلوكي بيقيدوك، يعني الدكاترة لا ما تاكليش، ما افطري زبادي بضايا، فما فيش حد بيقدر يمشي يعني ممكن حد يقعد شهر شهرين وبعد كده تلاقي بيرجع اكتر مكان. فالبلوجر دي كانت بتابع مع متابعينها ازاي بقى هتدخل العمليات، وجايبه صورها في اوضه العمليات وداخله اوضه العمليات وطالعه من اوضه العمليات، وقد ايه عاشت فتره النقاهه بعد عمليه التكميم. عدى سنه في الثانيه، في نص السنه الثانيه البنت بدات ترجع. فالمتابعين والله انا بتصفح الموضوع ده قبل ما اخش الحلقه، فالمتابعين بيقولوا لها احنا عايزين نعرف يا كذا انت تخنتي او العمليه باظت ليه، ان هي بيرجعوا فطلعت من جيبها سرنجة شوكولاتة نوع كده معين، براند معين، سرنجة، وراحت حاطة في بقها على طول قدام المتابعين في الفيديو، وقعدت تاكل، قالت هي دي السبب، أنا ما قدرتش، أنا قعدت سنة ملتزمة، بس عملية التكميم برضو لازم قيود أو تمشي على دايت أو حرمان من يا الأكل. دكتور أو تمشي اللي بتعمل عملية التكميم تقدر تاخد الكورس عادي صح؟ طبعا ده معظمهم، مفيش أي مشاكل. اللي فشلوا أو أغلب اللي فشلوا في عمليات التكميم بعد سنتين أو ثلاثة لازم بيخشوا دايت، فأنا مش قادر أمشي على دايت، أنا تعبان وإلا العملية والتكاليف الباهظة اللي دفعتها في العملية هتبوظ، فأنا لازم أمشي على دايت عشان أحافظ عليها. طب أنا مش عارف، ما تمشيش، أنا بقول حط على جنب، شيل من دماغك فكرة إنك هتمشي على دايت أو حرمان من الأكل، خد يعني الكبسولة، خد النقط تحرق، الكبسولة تقفل الشهية، حط الكريم يشدلي الجلد، خد السكر دون، حط السكر الدايت عشان تستبدله بالسكر الأبيض اللي بيزود في الوزن، خد الفيتامينات دي لأن هو محتاج جدا فيتامينات وهو بيخس عشان ما يحسش بأي آثار جانبية، لا تعب ولا همدان ولا شعر يقع ولا بشرة تبهد ولا يظهر هالات سودة ولا ضوافر تتكسر. كل المشاكل اللي بتحصل دي حلها في الفيتامينات يا جماعه اللي انا مدخلاها داخل الكورس، ودي هديه الاول 1000 متصل. فانا عارفه مريض السمنه بيقابله ايه ومشاكل ايه اللي بتقابله، وعليها انا بحط المنتجات اللي بتحل المشاكل دي. حفظنا على مدار سنين بيقابلنا حالات بكل الاشكال بكل المشاكل الصحيه، الحاله دي اللي فيها ضغط واللي سكر واللي مشاكل العمود الفقري ويوي، كل حاله بحط لها البروتوكول العلاجي بتاعها اللي بيناسبها وبيناسب ظروفها. كل ده اونلاين، كل ده فريق المتابعه بيساعدوني، ان هم بسم الله ما شاء الله معاهم اعداد هايله من المتابعين والناس اللي بيتابعوا معاهم يعني شهر واتنين. يعني اي حاله بتصل بيهم بيتابعوها لغايه ما بيثبتوا الوزن. فهمي نظمي، ده اساسي، ده اساسي، لازم تفضل في متابعه مستمره لغايه لما بتوصل للوزن اللي انت عايزه. اللي انت عايزه بالظبط. انت ممكن تاخد شهر لو انت عايز تنزل 15 كيلو، من 12 ل 15 كيلو. طب انت وزنك زايد وعايز تنزل اكتر من كده، هتنزل
مثلا 25 30 كيلو، لا من خد شهرين. وخلي بالك في برضو اوبشن تاني، كل شهرين عليهم شهر التالت هدية. كل شهرين او كل كورسين عليهم كورس تالت هدية. طب ده لمين؟ ده لاصحاب الاوزان العالية زي محمد، اول حالة شفناها اللي محتاج اكتر من 6 أو 7 شهور، بديله كل شهرين شهر مجانا، كل شهرين شهر مجانا. عايزين بقى دكتور تعيدي الكورس تاني لاخر مره تقولنا. طانع استعادة النهارده جاي حتى من الرقم القياسي في التخسيس ويتحدى اي منتج بامانه وترخيص هيئه السلامه والغذاء اللي هو شايله. جاي كورس صانع السعاده مكون من 3 منتجات اساسيه عليهم خصم 50%. الاول 1000 متصل، الكبسولات الجبارة اللي بتقفل لي الشهية من أول يوم، ونقط جوكر نحات البطن والكرش والأجناب، ومعايا الكريم اللي بيشتغل مع النقط إنه يشد لي البطن وأي حاجة مترهلة أو أي جلد مترهل بيحصل ساعة التخسيس. لأول 1000 متصل في هديتين كمان غير التلاتة دول. سكر الدايت اللي هنستبعد خالص معاه السكر الابيض اللي بيزود في الوزن، وفيتامينات مخصوصه لفتره التخسيس. شوف حالتك الصحيه هتبقى ايه مع الفيتامينات دي بتاخدها مع الكورس. الكورس كله شحنه مجانا لجميع المحافظات، وهتابع مع الفريق الطبي برده مجانا باذن الله. تقدروا تطلبوا الكورس دلوقتي من الارقام الموجوده على الشاشه، او عن طريق المكالمات او الواتساب، او عن طريق صفحتهم الوحيده على الفيسبوك هتكون معانا على الشاشه. دي الصفحة، صفحة أوبستي، أرقام التليفونات أو رسائل الواتساب من أسهل الطرق، هتلاقي أرقام كتير إن شاء الله. لو في حاجة مشغولة بنتكلم رقم تاني. المهم كورس صاحب السعادة الكل يستفاد منه، لأول 1000 متصل خصم 50%، ونكتب كلمة السر على الواتساب صانع السعادة. صانع السعادة هو الاسم جميل قوي يا دكتور. اسم جميل. دي تفاعل. أيوه. ما هو بصراحة محقق أمنية ناس كتير قوي، وخصوصا الأوزان الأوزان العالية. أنا معقولة أوصل لوزن مقبول عيني قبلاه والناس قبلاه من غير تنمر، من غير منهج، من غير متعب، من غير ما أقول يا ربي أنا همشي 500 متر هعمل إيه؟ دلوقتي خلاص كل حاجة متاحة، كل حاجة سهلة، النفس سهل، الحركة مريحة، في مرونة في الحركة، في خفة، في رشاقة بتحسي بيها، في ثقة بتجيلك كده من لا شيء. والله لو بتعاني وبتاخد أدوية الاكتئاب عشان بتشوف منظرك زايد شوية، انت بحول الله هتستغنى عن كل أدوية الاكتئاب اللي موصلاك للمرحلة دي. حط كل حاجة على جنب، اشتغل مع الفريق الطبي، تابع معاه، خد الكورس في الأوقات بتاعته والجرعات في الأوقات بتاعته، مش محتاج حاجة أكتر من كده. للأسف يا دكتور وقت حلقتنا خلص. حبيبي قلبي، كنا سعداء معاك يا دكتور هبه قوي قوي، وباذن الله نكمل الحلقه اللي جايه، وهنكون معاكم بكره مع دكتور نيفين ابو شاله الحلقه الساعه 11. الى اللقاء، او تصبحوا على خير.